جنس المولود. حتى وقت قريب كان الناس يعتقدون أن جنس المولود تحدده خلايا الأم، أو على الأقل كانوا يظنون أن خلايا الأب والأم معا تقوم بتحديد جنس المولود. ولكن القرآن يختلف مع هذين الرأيين، حيث ذكر أن الذكورة والأنوثة تخلق من المني المصبوب في الرحم، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وقد ثبتت هذه المعلومة القرآنية علميا بعد أن توسع العلم الجيني والميكروبيولوجي، واتضح أن جنس المولود يحدده ماء الرجل حصرا، وليس للمرأة أي دور أبدا في هذا الأمر. الكروموزومات هي العنصر الرئيسي في تحديد الجنس، فاثنان من 46 كروموزوما تسمى كروموزومات الجنس تحدد بنية الإنسان، وهذه الكروموزومات تعرف بإكس واي في الذكور وإكس إكس في الإناث، والسبب هذا هو شبه هذه الكروموزومات لهذه الأحرف. يحمل كروموزوم واي الشفرة الجينية الذكرية، فيما يحمل كروموزوم إكس الشفرة الجينية الأنثوية. إن تكون الإنسان يبدأ بتقاطع واحدة من هذه الكروموزومات التي توجد في الذكر وفي الأنثى على شكل أزواج، وكل مكونات الخلية الجنسية للأنثى التي تنقسم خلال الإباضة تحمل كروموزوم إكس. إلا أن الخلية الجنسية للرجل المنقسمة تنتج نوعين مختلفين من النطفة، أحدها يحتوي على كروموزوم إكس والآخر على كروموزوم واي. إذا اتحد كروموزوم إكس من المرأة مع نطفة تحتوي كروموزوم إكس من الرجل، يكون المولود أنثى، وإذا كانت النطفة تحتوي على كروموزوم واي، يكون المولود ذكرا. أي جنس المولود تحدده كروموزومات الذكر التي تتحد مع بويضة المرأة. بدون أي شك، كل هذا لم يكن معروفا حتى ظهور علم الجينات، أي حتى مستهل القرن العشرين، بل على العكس، كان الاعتقاد السائد بأن المرأة هي التي تحدد جنس المولود، وكانت تهان وتلام وتعد المسؤولة عن ذلك. ولكن القرآن الكريم رد هذه المزاعم قبل 14 قرنا من اكتشاف جينات الإنسان، وأوضح أن ماء الرجل هو الذي يحدد جنس المولود، وأن المرأة لا علاقة لها بالأمر أبدا. عند استمرارنا في تدقيق المعلومات التي أعطاها القرآن الكريم في موضوع تكون الإنسان، نواجه أيضا معلومات علمية أكثر إعجازا. عند اتحاد النطفة الآتية من الرجل مع بويضة المرأة، تتكون النواة الأولى للمولود. هذه الخلية الوحيدة المسماة بالبويضة الملقحة ستتكاثر بالانقسام دون إضاعة وقت، وستصل إلى وضع قطعة لحم صغيرة. والبيضة الملقحة لا تحقق عملية النمو هذه في الفراغ، فهي تتمسك بجدار الرحم وتبقى معلقة به بواسطة امتدادات زغبية صغيرة، مثلها كمثل جذور النبات تلتصق به، وتمتص احتياجاتها الضرورية من جسم الأم لتحقق نموها الطبيعي فيما بعد. ها هنا تظهر معجزة هامة من معجزات القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يطلق كلمة العلق على البيضة الملقحة التي بدأت بالنمو داخل الرحم. يقول سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم.
أما معنى العلق في اللغة العربية فهو الشيء الممسك المتعلق بشيء ما، حتى إنها تستعمل للطفيليات التي تلتصق بالجسم وتمتص الغذاء. بلا شك استعمال كلمة العلق بدلا من البويضة الملقحة التي تنمو في رحم الأم ليس مصادفة، وهذا يثبت مرة أخرى أن القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين.